هدي الفوز للشعب العراقي من شمال كردستان الى البصره ومن غربيه للشرقيه، وان شاء الله هاي دوم الفرح العراقيين، وهاي الفرحه هديه لشهداء العراق، وان شاء الله يا ربي العراق الله يحفظ العراق، وان شاء الله دوم يبقى العراق عالي ان شاء الله. نهني شعب العراق بهذا الفوز، احنا قلنا 2-1 يفوز العراق، وان شاء الله على المباراة الثانية والكاس الكاس الخليج ناخذه بقوة الله وزاد الابطال اللواعيب، والف مبروك شعب العراق واللواعيب شعب العراق كافة، تحياتي خاصة للعراق. اهني الشعب العراق على المباراة وان شاء الله الكاس ان شاء الله ما نطيه، وان شاء الله اهني شعب العراق ان شاء الله وعلى الاعداء ان شاء الله، واحنا العراق واحد، اجواء بخير من الله، الاجواء حلوه، الاجواء العراق حلو، دائما العراق يبقى حلو، العراق فرحتنا احنا فرحه اهلنا ان شاء الله، انا متوقع ان شاء الله 3-1 3-0 ان شاء الله، بس ما خيبوا ظننا ان شاء الله 2-1. فرحانين يعني شو تسوي؟ بدون وجهك يا بدون عمرك يا حبيب، الف مبروك، شايفين كل الخير وان شاء الله ما يخيبون ظننا باللعبه النهائيه، والف مبروك الشعب العراقي بالنهائي 3 والله ان شاء الله ان شاء الله حبيبي حبيبي، ان شاء الله المعنويات فول وفول، وان شاء الله الكاس عراقي هواي هواي معنويات صارت حلوه، اول شيء صارنا هواي ما فرحانين هيك فرحه، صارنا هواي ما فرحانين هيك فرحه، وهذا الفوز كلش عظيم، وهذا النهائي للعراق ويبقى للعراق وتاريخ العراق، والبصره عالميه تبقى عالميه، واليوم للصبح واليوم للصبح نبقى، اليوم للصبح عالميه عالميه عالميه، البصره صارت عالميه 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 عالميه، البصره صارت عالميه. شرفونا الخليج كلهم والمنتخب العراقي كلهم فردا فردا على الراس، تاج راسي. الحمد لله كانت مباراة صعبة، بس ماكو شيء صعب على الأسود، والله وفقنا وفزنا، وإن شاء الله الكأس بصراوي، إن شاء الله الكأس بصراوي، والله فرحونا أسود رافدين قدها وقدود، والله قدها، وإن شاء الله النهائي، واليوم اليوم للصبح، اليوم للصبح، واليوم والله أجواء عالمية، يعني هاي الأسود اليوم فرحونا، حتى قاعد أرجف، والله يعني فرحة صارنا هواي. صارنا هواي ما فرحانين هيك فرحة، لكن الأسود رجعونا الفرحة، وإن شاء الله الكاس بصراوي. طبعاً المنتخب العراق ألف ألف مبروك، وإن شاء الله للنهائي. ألف مبروك المنتخب العراقي الجميل، والله يحفظكم ويحفظ قناتكم، وألف مبروك على هاي الشباب وكل الأخوان، وشعب واحد ومنتخب واحد، مبروك من بغداد الكرادة. السلام عليكم، ألف مبروك للمنتخب العراقي على الفوز،
ان شاء الله جاي لنا الكاس لنا والكاس لنا وما نضيع والكاس لنا ما نضيع والكاس لنا كليتنا سنة وشيعة وكراد ومسيح كنا واحد. شوف هذا الشعب كنا واحد. تسمعنا الكرة العراقية والمنتخب العراقي وكنا اخوان ان شاء الله. وتحيات لقناة الايام. السلام عليكم. اول شيء حبيبي اشكرك رحم الله والديك. اول شيء مبروك للمنتخب العراقي والامة العراقية كلها. وطبعا احنا نريد البحرين بسرع وقت حبيبي. 3-0 ضد البحرين مضمونة ان شاء الله. والله اجواء كلش رائعة وحلوة وان شاء الله بدون يعني اتمنى من الشعب العراقي بدون اطلاقات النار يعني فقط الاحتفال بحيل الله حبيبي. اتمنى الشعب العراقي ان شاء الله ببال البطولة وهم جماعتنا وان شاء الله الامن والاستقرار على الشعب العراقي ان شاء الله. والله العالم فرحانة ومتونسين ان شاء الله وان شاء الله الامان والاستقرار. نهنى الشعب العراقي وهذا الشعب العراقي فرحان ونتمنى من الجمهور مالتنا الاحترام وتقديم بطولة وان شاء الله النهائي للعراق ومحتاجين هالفرحه. جاي شوفون انتم احنا صار لنا سنين ما فرحانين هاي الفرحه يعني انا كطالب هنا أنا ومن البصره واخواني هناك ان شاء الله ما مقصرين ومبروك لهذا الشعب العراقي. والله الاجواء بعدها جاي شوفت الكراد العراق كله محتفل الخليج كله ويانا ان شاء الله نبني العراق ان شاء الله سنه خير على العراق هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فوز المنتخب العراقي على المنتخب القطري. طبعا احنا هاي الفرحه اللي ننتظرها من سنوات والحمد لله والشكر ما قصروا اللاعبين وان شاء الله هاي الفرحه تدوم على الشعب العراقي. اشكر المنتخب العراقي على هذا الفوز الجميل وفرحه العراق كلها من الجنوب للشمال. اجواء طيبه وحلوه ولطيفه وان شاء الله دائما يبقون الشعب العراقي هيك. الحمد لله والشكر ألف ألف مبروك للشعب العراقي هذا الفوز اللي فرح هذا الشعب وهارد لك المنتخب القطري مثل ما قاعد تشوف فرحة فوز المنتخب العراقي توحد كل طوائف الشعب مثل ما جاي تشوف هسه هاي الأفراح هاي الفرحة كنا منتظريها والله أجواء كلش حلوة وهذا الشعب كان منتظر هاي الفرحة من زمان وما قصروا اليوم لاعبينه. نتمنى من الاتحاد العراقي الاهتمام بهذا المنتخب أكثر بعد أكثر واغلب اللاعبين اللي موجودين ابراهيم بايش مثلا حسين علي اتمنى من الاتحاد يسعى الى احترافهم بدول اوروبا وهاي الدول المتطوره بكره القدم. مبروك المنتخب العراقي ان شاء الله للتاهل للنهائي صعدنا الحمد لله والشكر ان شاء الله فرحه عراقيه دائما صحيح. والله الاجواء كلش رائعه وممتعه وما شاء الله هي الكراده كلها جمهور عراقي اكثر شيء ومنطقه شعبيه ان شاء الله. والحمد لله وشكر تأهلنا إن شاء الله بحيل الله خليجي 25 ناخذها بحيل الله بصرة ويتنا هاي أم العز والكرام وفرحتنا بيهم الحمد لله وشكر ونشكر أسعد العيداني على الاستضافة الرائعة وعدنا درجال أيضا والحمد لله وشكر فرحة عراقية تبقى. عليك يوم وعلينا ان شاء الله واحب ازف البشرى للشعب العراقي اجمع ان شاء الله والفوز وان شاء الله الكاس الخليج بحيل الله. اجواء تخبلوا مثل ما تشوف الاجواء حلوه بالكراده والحمد لله والشكر
وان شاء الله الخير موجود. طبعا هاي الفرحه كنا منتظريها من سنين، وان شاء الله النهائي ان شاء الله ما قصروا ولدنا، ويكفي هي الخليجي بصراوي. الاجواء اكيد يعني احنا الناس متعطشه لهذا الفرح، والناس منتظره هذا الفرح صار لنا هوايه، فاكيد اجواء كلش حلوه وبزود منتخبنا. مبروك لاتحاد كرة القدم، شكرا للبصرة، شكرا لمحافظ البصرة، شكرا للكابتن عدنان درجال، ومع احتراماتي للشعب القطري، يعني مدرب بدل الفريق كلهم فزنا عليه، يعني هذا واقع العراق، وهذا هاي يعني لازم نتحمل الخسارة. مبروك، مبروك للشعب العراقي. ألف مبروك للشعب العراقي، ألف مبروك لأبطالنا، ما قصروا اليوم من أداء فني، من لعب إداري، كل الأشياء كانت إيجابية وغير سلبية، وإن شاء الله النهائي يكون عراقي وبصراوي. أنت شوف، أنا ما يحتاج أسوي لك، بس جهود القوات الأمنية وهاي العالم نوصل رسالة من خلالكم كأنتوا إعلام أن العراق آمن، الكل العالم مو الخليج، الخليج يعني قليل، العالم كله أن العراق آمن ومستعد يستضيف كأس آسيا، وإن شاء الله أفراح أفراح أكثر وأكثر العراقيين. ألف مبروك للشعب العراقي على هذا الفوز على المنتخب القطري، وإن شاء الله الكأس. مبروك للشعب العراقي وإن شاء الله الكأس. هاي البطولة بالعراق وإن شاء الله الكأس عراقي. جيب الكأس، جيب ألف مبروك للشعب العراقي، هذا نصر، والله نصر، نصر على قطر.
الف مبروك منتخبنا يستاهل، فرحت الجمهور على نادي شجع قطر، والله شجع قطر الف مبروك، نستاهل ابطال ابطال. جيب الكاس، جيب الكاس، جيب الكاس، جيب الكاس، جيب جيب الكاس، جيب. مبروك على المنتخب العراقي، ان شاء الله بفوزه، وان شاء الله الاجواء والله جدا كلش حلوه، الاجواء جدا حلوه بالكراده، ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله ناخذ الفوز العراقي. عراقي، وان شاء الله الاجواء حلوه، وان شاء الله على هذا المستوى ناخذ البطوله، ان شاء الله ان شاء الله الاجواء حلوه، وان شاء الله كل فرحانه. مبارك للشعب العراقي بهاي الفرحه، ان شاء الله الفوز عراقي، ان شاء الله يعيم هاي الفرحه على كل الشعب العراقي يا رب. والله الاجواء تفرح، يعني سر الناظر بصراحه، يعني الفرحه ما اعرف ما نعرف شلون اعبر عليها. ان شاء الله الفرحه تعم على كل الشعب العراقي يا ربي. طبعا اليوم الفرحه كلش كبيره للشعب العراقي، نحيي الشعب العراقي، نحيي مشجعي الشعب العراقي، نحيي دول الخليج اللي شاركوا وحضروا، الى البصره الفيحاء، الى مدينه السياب، الى مدينه المثقفين، الى مدينه الشعراء. نشكر كل شخص شارك بهاي البطوله ولو بكلمه واحده، ونشكر ايضا شكر خاص جميع القنوات الفضائيه، وشكر خاص لقناه الايام اللي آزلت البطولة منذ انطلاقها لهذه اللحظة في منطقة الكرادة. ونشكر الجنود المجهولين خلف الكاميرات، من معدين، من مخرجين، من مصورين. ونشكر جميع أهالي أهل البصرة والشيوخ عشائر البصرة، وهاي قبلة من بغداد إلى البصرة، على حسن الضيافة والكرم اللي تكلموا به دول الخليج، كرم ما ينوصف. طبعا اجواء بغداد، يعني ما اعتقد، يعني للصبح احنا فرحانين للصبح، ونقول بالروح بالدم نفديك يا عراق، ما عندنا غير العراق. ان شاء الله الفرحه نختمها بفرحه الكاس، وان شاء الله الكاس عراقي لا محال. ونطالب الاستاذ رئيس الاتحاد كره القدم عدنان جرجال ان يكبر لنا الشاشه في ساحه التحرير، وان يفتح لنا ملعب الشعب وملعب الحبيبيه لدخول مشجعي المنتخب العراقي بيوم النهائي ان شاء الله. تحياتي لكم، والله يبارك فيكم قناه الايام. اولا نبارك للشعب العراقي هذا الفوز العظيم، وان شاء الله هاي البطوله مستمره، وان شاء الله ماخذيها، وبتضحيات ابطالنا وشرفانا
ومجاهدينه ولد ابو مهدي المهندس، هاي البطوله اقامه بالبصره، لولا هم ودماهم وتضحياتهم احنا ما صار عندنا اي بطوله. نشكر الحشد الشعبي والقوات الامنيه على جهاتهم، ونشكر المنظمين على البطوله ويونس محمود وعدنان درجان، وان شاء الله البطوله العراقيه. وتحياتنا لولد الشايب. بدنا نبارك الشعب العراقي بهالفوز، ونشكر ونشكر من رئيس الوزراء محمد شاع السوداني، ونشكر عدنان درجان والمحافظ، وشكرا لاهل البصره رفعت الراس والله، والف مبروك للشعب العراقي، وان شاء الله هاي الافراح دوم احلى فرحه عندنا. والله اجواء كلش حلوه والله العظيم، هذا الشيء الوحيد اللي يفرح الشعب العراقي بطيافه كامله، هسه احنا عراقيين وقاعد شفت حلو افراح كلنا فرحانين. نبارك المنتخب العراقي بفوز على قطر، وان شاء الله نهدي هذا الفوز ابو مهدي المهندس وشهداء الحشد الشعبي وخدمتهم. والله الاجواء تخبل، هذا الفوز عظيم، وان شاء الله ناخذ الكاس بحيل الله وبوقت الشهداء ان شاء الله.